هذا يسأل عن حضور المسلم للصلاة في المسجد، هل المراد أنه يسمع النداء ولو بمكبر الصوت من بعيد، أو المراد أنه يسمع النداء ولو بدون مكبر صوت؟ لا، العبرة أنه يسمع النداء مجرد بدون مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يذهب مسافات بعيدة، فإذا كان يسمع النداء لو أذن بدون مكبر يجب عليه الحضور، يجب عليه الحضور. أما إذا كان المكبر يمتد إلى مسافات إلى 10 كيلو 15 كيلو فهذا ما يجب عليه الحضور لأنه بعيد. نعم.